بعض العمايم والمتأسلمين بالبلد لازم المرة الجاية من نسوي بطولة هيك يكون العزف. خويا موطني يومون يمول جلاله وياي والجلال والجمال والزناء وين صوتك والجلال والجمال هذا النص أغاتي والجلال والجمال والجلال عليكم الله. قبل صدام حسين من كان يسوي كل أسبوع بالحزب حفلة كربلاء أو بالنجف أو أي مكان مقدس، هو العراق كله مقدس، من كان يسوي حفلة بالحزب وين كنت في المعممين اللابدين؟ لو هسه من صار نهب ورا 2003 رجعت وراكم الله يخلصنا منكم بجاه الله بجاه الله الله يخلصنا منكم.